السلام عليكم ورحمة الله، أعزائي طلبة الصف الثاني الإعدادي، هنحل مع بعض إن شاء الله امتحان محافظة بني سويف. يا ريت قبل ما أبدأ الحل ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. أول حاجة طبعا بناخدها مع بعض هو سؤال الليسنينج، نحاول نسمع كويس ونختار الإجابة الصحيحة. سما بوت a tablet. سما بوت a tablet. She ordered it last week, but she found the screen damaged. She ordered it last week, but she found the screen damaged. She phoned the shop to change it. She phoned the shop to change it. What did Sama buy? Sama اشترت ايه؟ Sama اشترت a tablet. When did she order it? متى طلبته؟ يبقى last week، الأسبوع الماضي. What happened to the screen? ايه اللي حصل للشاشة؟ أو كان فيها ايه؟ It was damaged، كانت تلفة. What did she do? ماذا فعلت؟ She phoned the shop. هي اتصلت بالمحل. She phoned the shop. تاني سؤال معانا هو سؤال الديالوج. Complete the following dialogue، يعني أكمل الحوار الآتي. محمد is buying a jacket at a clothes shop. محمد بيشتري جاكيت من محل ملابس. السيلز مان البائع بيقول له Hi, how can I help you? كيف أستطيع أن أساعدك؟ محمد بيقول له hi, I'm looking for a jacket. أنا ببحث عن جاكيت. بعد كده البائع بيقول له how do you like your jacket, long or short؟ يعني الجاكيت بتاعك عايزه يكون شكله ايه، طويل ولا قصير؟ تحت طبعا مش كاتب اي حاجة، يعني ممكن نختار الإجابة اللي احنا عايزينها. ممكن اقول محتاجه طويل من فضلك، يبقى I'd like it long please. I'd like it long please. بعد كده قال له what color would you like، ايه اللون اللي انت حبه؟ هيقول له مثلا انا محتاج لونه اسود. I'd like اسود، يعني black. I'd like black please، محتاج لونه اسود. بعد كده البائع سأل سؤال ومحمد قال له it fits me، ايوه ده مناسب ليا. يبقى هل هو مناسب ليك؟ يبقى does it fit you، هل هو ملائم ليك؟ does it fit you، هل هو ملائم ليك؟ قال له it fits me. بعد كده محمد سأل سؤال والبيع قال له it's 200 pounds، بمتين جنيه. يبقى السؤال ما سعره أو ما ثمنه؟ يبقى how much does it cost. بعد كده قال له it's 200 pounds، بمتين جنيه. محمد هيقول له ايه، اتفضل، يعني here you are، يعني تفضل، here you are. بعد كده عندنا سؤال الكومبريهنشن. Some people become addicted to using social networking sites. بعض الناس بتصبح مدمنة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. At first, they use them just to send messages to their friends. في البداية هم بيستخدموهم، يعني ناس بيستخدموا زم بيعيد على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي social networking sites. بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي فقط لإرسال الرسائل لأصدقائهم. And to find out what their friends are doing. وكمان علشان يكتشفوا أصحابهم بيعملوا إيه. However، مع ذلك، some people need to check their social networking sites all the time. بعض الناس بتحتاج إن هي تفحص وسائل التواصل الاجتماعي بتاعتها طوال الوقت. If they don't check them، لو هما ما تفحصوهمش، they begin to worry or to feel unhappy. بيبدأوا يشعروا بالقلق أو عدم السعادة. The best way to help these people is to suggest that they only use social networking sites for about half an hour. أفضل طريقة لمساعدة هؤلاء الناس إن أنت تقترح عليهم إن هم فقط يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لنصف ساعة. Suggest that they phone their friends instead of sending them messages. اقترح عليهم ان هم يتصلوا بصحابهم بدل ما يبعتوا لهم او يرسلوا لهم رسائل. Encourage them to play a sport or do something instead of looking at their mobile phones.
شجعهم ان هم يلعبوا رياضة او يفعلوا شيء بدلا من النظر الى هواتفهم المحمولة. السؤال الاول: If people don't check their mobile, their social networking sites, they begin to. لو الناس لم تتفحص وسائل التواصل الاجتماعي هما بيبدأوا يشعروا بالإيه؟ They begin to worry. يشعروا بالقلق. The underlined word suggest is close to the meaning of. كلمة suggest قريبة من المعنى لكلمة إيه؟ طبعا recommend يوصي، يعني يوصيهم ان هم ممكن يتصلوا بصحابهم بدل ما يرسلوا لهم الرسائل، يبقى معناها ايه؟ recommend. The underlined word them refers to، ولا اللي كلمة them عايدة على ايه؟ social networking sites. السؤال الرابع: give a suitable title for the text، عنوان مناسب للنص. طبعا ممكن يكون ادمان الهواتف الذكية او ادمان وسائل التواصل الاجتماعي، يبقى نكتب الاتنين عادي، يبقى social networking social networking sites addiction. addiction يعني إدمان، أو ممكن نقول إيه؟ mobile phone addiction. mobile phone addiction يعني إدمان الهواتف الذكية أو إدمان وسائل التواصل الاجتماعي. Why do people use social networking sites؟ ليه الناس بتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي؟ طبعا ان هم يرسلوا رسائل لاصحابهم او ان هم يكتشفوا اصحابهم بيعملوا ايه، يبقى to send. الاجابة في القطعة to send messages to their friends، to send messages to their friends. وممكن كمان نقول and to find out what their friends are doing، يعرفوا صحابهم بيعملوا ايه. What is the best way to help people who become addicted to using social networking sites؟ ايه هي افضل طريقة لمساعدة الناس اللي بيصبحوا مدمنين لوسائل التواصل الاجتماعي؟ طبعا افضل طريقة ان احنا ممكن نقترح عليهم ان هم يستخدموها لمدة نصف ساعة. To use، ان هم يستخدموا، هكتب بدل social networking sites هكتب them، ان هم يستخدموهم for about half an hour، يستخدموها لمدة نصف ساعة. سؤال choice: our new car can go at of 220 kilometers per hour. سيارتنا الجديدة تستطيع أن تسير طبعا بسرعة 220 كيلومتر في الساعة، يبقى speed of، at a speed of يعني بسرعة كذا. I would like to a machine to tidy my room، أريد أن آلة لتنظم حجرتي. طبعا يخترع يبقى invent، أما discover يكتشف حاجة كانت موجودة، أما invent يخترع. We things with our mouth to know if they are bad or good، محتاجين ايه الاشياء بفمنا لكي نعرف لو كانوا هما يعني جيدين ام سيئين، يبقى ايه؟ taste، نتذوق. My uncle bought car، عمي اشترى سيارة. احنا محتاجين نوصف السيارة دي. اول حاجة احنا بنوصف يعني شكلها، وبعد كده بنقول اللون، يعني اللون اخر حاجة، يبقى My uncle bought a new black car، يبقى دي الاجابة. ولازم قال ان كار مفرد، انما دي ما فيهاش الايه، فبالتالي مش هتنفع لك الاجابه a new black car. You can try on this jacket in the room، ممكن تقيس الجاكيت ده في غرفه تغيير الملابس، يبقى in the changing room. He broke the vase by، هو كسر الفازه طبعا عن طريق الخطا، يبقى by mistake. Add salt to the chips، I don't like much salt، ضيف ايه ملح ايه للشيبسي، انا او رجاك البطاطس انا ما بحبهاش عليها ملح كتير، يبقى هنضيف ايه؟ قليل. وطبعا salt لا يعد، اسم لا يعد، يبقى ايه؟ a little salt يعني ملح قليل. معها her flat tonight، ما
هتنظف شقتها الليلة، طبعا ده مضارع مستمر للتعبير عن المستقبل، يبقى is cleaning يعني سوف تنظف، لأن هي عاملة ترتيبات إن هي هتنظف النهاردة. change affects the environment badly and kills some animals and birds. تغير ايه بيأثر على البيئة بطريقة سيئة وبيقتل الحيوانات والنباتات، يبقى climate change تغير المناخ. مايا's favorite hobby is a scenery. هواية مايا المفضلة هي طبعا scenery اللي هو الخلفية اللي بتكون موجودة في المسرحية في العرض المسرحي، يبقى painting يعني ان هي تلون المنظر الخارجي في المسرحية. بعد كده هنكمل بالكلمة الصحيحة they sew costumes. customs هم قادرين على خياطة البدل. customs اللي هي الايه زي خاص. اوكي يبقى زي بتاخد r، بعد كده هكتب able to. they are able to هم قادرين على خياطة الزي الخاص بالمناسبات. the boy will be fit if he more. الولد هيكون لائق بدنيا لو هو بيتدرب بشكل اكثر. طبعا دي حالة اف الايه الاولى، يعني اف بعدها مضارع بسيط وبعد كده will والمصدر. بعد اف هجيب مضارع بسيط وهي مفرد، يبقى هكتب exercise ازاي exercise وبعدين اضيف لها s لان هي مفرد. if he exercises مضارع بسيط will والمصدر. we've booked two tickets احنا حجزنا تذكرتين. we watch a play in the theater tomorrow طبعا سوف نشاهد مسرحية في المسرح غدا. هنا ده لما اقول we have booked احنا حجزنا، it's arranged، كل ده بيعبر عن الايه مضارع مستمر للتعبير عن المستقبل في وجود ترتيبات. يبقى هنا هنكتب مضارع مستمر معناه سوف نشاهد، يبقى we بتاخد r بعد كده اكتب watch اضيف لها ing we are watching. some butter butter in a frying pan طبعا ضيف بعض الزبدة في طاسة القلي. الفعل الأمر بقول ايه قاعد بكتبه في المصدر من غير أي إضافات، add some butter to in a frying pan. ده كده كان حل امتحان محافظة بني سويف، أتمنى تكونوا استفدتوا معايا. لو في أي أسئلة ياريت تكتبوها في الكومنتس، متنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. goodbye.